لكن في الواقع حديثنا النهاردة في ظروف معينة بتتحكم فيه. الظروف دي هي ان بنسجل الحديث في باريس بعد ما كوكب الشرق غنت في مسرح الأولمبيا وبعد ما حققت نجاح منقطع النظير. ولذا هنكتفي بان احنا نتكلم النهاردة على هذا الموضوع او حول هذا الموضوع. طبعا احنا سعداء جدا وما اقدرش اعبر لك عن السعادة دي وانا بسجل الحديث اللي من زمان طبعا كتير بيتمنوه، وخصوصا انهم سمعوكي دايما بتغني الاغاني العظيمة واول مرة يسمعوكي بتتكلمي في التلفزيون، ودي تجربة جديدة. شكرا. الحقيقة يمكن مدام احنا في فرنسا اول حاجة هتخطر في بالي ان اقول لك، هل زرتي فرنسا قبل كده ولا دي اول تجربة ليكي هنا؟ لا زرتها طبعا كتير. كويس. قبل ما تزوريها كنت بتتخيليها ازاي، وهل خيالك كان مختلف عن الواقع اللي شفتيه؟ طبعا الخيال بيبقى مش زي الواقع ابدا، بيبقى اجمل احيانا، لكن باريس اجمل. يا سلام. طب كويس. طب حضرتك اخيرا وافقتي انك تغني في باريس، ايه الظروف اللي دفعتك في الوقت الحاضر بالذات انك تقبلي العرض ده؟ والله دي امنية كل فنان انه يجي في بلد الفن الاصيل فرنسا، كل واحد يحب انه يجي يعرض فنه فيها. ده مش حاجة يعني، مش عايزة ان انا اقول لا او ايوه، يعني ده حاجة تسعدني طبعا. طبعا. هل لو انت بتقبلي انك تغني في باريس في بلد ربما المستمعين بتوعك هيكونوا مختلفين عن جمهورك العادي، كنت متوقعة كل النجاح اللي حققتيه؟ عمري ما كنت بتوقع ابدا حاجة قبل ما تحصل، يعني دائما ببقى خايفة. لغاية دلوقتي بتخافي لما تقابلي جمهورك؟ فعلا، لان بحترم الجمهور فبخاف اني اعمل حاجة ما تعجبوش. مش معقول ما تعجبوش. اي حاجة بتقوليها الحقيقة بيبقى لها رد فعل عظيم جدا. طب وانت بتغني في مسرح الاولمبيا في وسط جمهور جديد، كان شعورك ايه وانت بعيد عن بلدك وبتغني لجمهور مختلف؟ والله انا كنت حاسة كأني في مصر بالظبط، لان كان الجمهور اغلبه من البلاد الشقيقة العربية، وكانوا يعني ادوني اكتر مما اطمع يعني. لا هو الحقيقة كان استقبال رائع، الواحد مش قادر الحمد لله ينسى ابدا. طيب الجمهور زي ما حضرتك قلتي كان معظمه من الدول العربية، لكن اللي عرفوا ان كان في كمان كتير قوي فرنسويين اجانب رغم انهم ما بيعرفوش اللغة كانوا معجبين اعجاب شديد، وانا قريت بعض الخطابات العظيمة اللي جات. ايه اكتر جواب اثر فيكي او كان بيحمل معنى يستحق ان نذكره؟ والله في جواب كان من سيدة بتقول فيه انها هي يعني ما تقدرش تيجي لانها مريضة، وانها سمعتني في الراديو وبترحب بيا في فرنسا وبتهنيني وبتطلب صورة. وبعت لها الصورة؟ طبعا. طيب عموما لما حد بيبعت لك جواب او صورة بترد عليه؟ طبعا دايما. ماشي. طيب النجاح الكبير اللي حققتيه في فرنسا قطعا تجربة جديدة بالنسبة للفن العربي عموما، هل ده بيشجعك انك تبتدي تغني في بلاد غربية اخرى؟ انا ما اقدرش افكر في حاجه لقدام الا في وقتها على طول، يعني ما اقدرش يعني اسبق الحوادث. ما عنديش مانع ان انا اغني، لكن يعني حسب لغايه دلوقتي لسه ما فيش. لكن في عرض من لندن. أيوة. لكن لسه ما اتفقناش يعني. وفي بعض الدول العربيه متهيألي في عروض جت. الدول العربية دي مالها طبعا من زمان. وهتغني قريب في حتة منه ان شاء الله في تونس. تونس. اظن العرض جالي كان في باريس مش كده؟ طيب كنت احب اعرف كمان حاجة. احنا سمعنا في الجرائد ان الاجر اللي خدتيه اكبر اجر خده فنان هنا في باريس، اظن حوالي 14,000 استرليني حاجة كده، مظبوط؟ ايوه فعلا. هل صحيح ان ده هيروح كله المجهود الحربي تقريبا؟ مش كتير مش كتير علي.
ده شعور الحقيقة عظيم جدا، وفي شك انك قدوة للفنانين كلهم. ضمن حديثك يا فندم بتقولي انا ما احبش اسبق الحوادث او الاحداث وما بعرفش غير في وقتها، واحنا فعلا لاحظنا الظاهرة دي. يعني مثلا ما تحبيش ابدا تعلني عن اغنية جديدة، او حتى بيصل الامر انك ما تقدريش تقولي هتغني ايه في نفس الليلة. فالظاهرة دي يا ترى سرها ايه؟ ولا سر ولا حاجة. يعني ايه اللي بيخليكي باستمرار بتنتظر؟ يعني نفسي ما اعرفش، يعني ساعات ان انا يعني يمكن اقول ان انا هغني حاجة وبعدين اغير رأيي في اخر لحظة. ما بحبش ابدا انه ادي للناس فكرة عن حاجة وبعدين انا ما احققهاش. يعني ايوه، بيبقى الهام اللحظة هو اللي بيملي عليك فعلا. كويس. دلوقتي كل الفنانين تقريبا لما بيروحوا بره بيغيبوا شويه، انا شايفاكي قلقانه قوي عاوزه ترجعي بسرعه. ليه يعني؟ مش عاجباكي مثلا باريس؟ ازاي بقى مش عاجباني؟ لكن يعني اول ما خلصتي الحفله بتسالي الطياره امتى وعاوزين نخلص الشغل ونروح وبتاع. ف ايه انت عارفه؟ مش عارفه. لا مش عارفه، عاوزه اسمع. لا طبعا عاوزه اروح بلدي. طيب ايه اللي عجبك في باريس وتحبي انه يتحقق في بلدك، وايه اللي موجود في بلدك وحاسه ان حتى باريس ما عندهاش زيه؟ عاوزه تقولي ايه؟ لا عاوزاك انت اللي تقولي لو سمحتي. عاوزه تقولي يعني ان احنا ناخد منهم حاجه او هم ياخدوا مننا حاجه؟ او احنا عندنا حاجات عظيمه وتحبي ان احنا نحافظ عليها؟ احنا تقاليدنا حلوه جدا واحناش عاوزين حاجه، ما نقلدش حد. وانا ما احبش ابدا اي انسان يقلد حد تاني. احنا لنا تقاليدنا ولنا حاجاتنا الخاصه الجميله اللي طبعا احنا بنعتز بيها. ف يعني انا ما احبش ان اقلد، ان بلد تقلد بلد تاني ابدا. ده ظريف. طب ايه رايك في الموضه في باريس؟ عجبتك؟ مش بطاله. حلو. طب ايه رأيك في المرأة الفرنسية؟ ست لطيفة، يعني سامبل وفي الوقت نفسه شيك، يعني مش ابدا متبهرجة زي الناس اللي بيتصوروا احيانا. لا حلوين، يعني بيلبسوا في غاية البساطة وفي غاية الجمال. كويس. طب ايه اجمل مكان عجبك هنا وكل ما تجي كل ما تيجي باريس تحبي تفوتي عليه؟ المسلة. ليه؟ عشان بتاعتنا، جزء من جزء من بلدنا. بتقولي بلدنا بإحساس عظيم. بلدنا. طب يا فندم على العموم احنا بنشكرك ألف شكر على اللقاء السريع ده. كنت أتمنى أن أتكلم معاكي ساعتين كمان، لكن حضرتك حددتي الوقت. ده كفايه احسن بعد الناس تزهق بقى من حديثنا بقى. يا خبر، انا واثقه ان النهارده الساده المشاهدين هيكونوا من اسعد ما يكونوا هما بيسمعوكي، وانا عاوزه اوعد ان يبقى لنا حديث اطول من كده ان شاء الله. طيب يا فندم الف شكر، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح، وفي الواقع انت رفعتي راسنا كلنا هنا في باريس، وان شاء الله صوت مصر يصل للعالم كله ان شاء الله.